أوضاع عسكرية شهدتها محافظة شبوة في الأيام القليلة الماضية، منها محاصرة معسكر العلم شرق عتق والذي يحوي بداخله قوات عسكرية إماراتية. الجهات الأمنية قالت إن مسلحين من الانتقال ممن يقومون بأعمال الكمائن واستهداف نقاط الجيش والأمن يحتمون بهذا المعسكر، ولولا وساطة سعودية لتم إخلاؤه، بالإضافة إلى الحملة العسكرية التي قامت بها قوات من الجيش في مديرية حبان ضد مجموعات مسلحة تابعة للانتقالي اختطفت شقيق قائد القوات الخاصة في شبوة. نتساءل هنا، ما الذي جرى في معسكر العلم بالتحديد؟ وما التفاهمات التي تمت لتهدئة الوضع هناك؟ ولماذا أقدمت ميليشيا الانتقالي على اختطاف شقيق قائد القوات الخاصة وإشعال مواجهة عسكرية؟ دعوني استضيف معي عبر الهاتف أعزنا المشاهدين عضو المجلس المحلي في شبوة سيد تركي عمر باشيبة. مرحبا فيك سيد تركي. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. هناك كثير من الملفات الأمنية والعسكرية المتعلقة في شبوة حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، دعنا نبدأ على واحدة واحدة. نبدأ فيما يتعلق بمعسكر العلم، بعد أن تحركت قوة عسكرية لمحاصرة هذا المعسكر بدعوى أن هناك عناصر تستهدف قوات الجيش والأمن بكمائن واغتيالات وغيرها تتحصن فيه، ما الذي جرى بعد ذلك؟ لماذا عادت القوات التي كانت تحاصر المعسكر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. معسكر العلم الآن تحت سيطرة الجيش الوطني واللجنة الأمنية في المحافظة. الدواعي التي حصلت من داخل كان معسكر العلم هي بعض ميليشيات النخبة الشبوانية التي كانت سابقا ميليشيا عناصر ميليشيا في محور عزان وانتقلت إلى العلم. الموقع الآن أصبح بيد قوات الجيش الوطني. تقول بأن الموقع بيد الجيش أم المعسكر؟ لأنه صحيفة الأيام تقول أن النخبة الشبوانية تسلمت معسكرين من التحالف في مديرية رضوم وجردان، وهما معسكر العلم وبالحاف، وأنت الآن تقول بأن المعسكر بيد قوات الجيش، هل يمكن أن توضح لنا هذه النقطة؟ المعسكر بيد قوات الجيش الوطني، وما يحصل اليوم من 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 صراع هو سببه محاصرة معسكر العلم وفرض اللجنة الأمنية قوتها على أن تدخل وتبسط نفوذها في معسكر العلم. ما يدعيه الانتقالي وأبواقهم وإعلامهم افتراء تماما. اللجنة الأمنية مصممة، وهناك أيضا يعني توجيهات عليا ببسط الجيش الوطني نفوذه من داخل معسكر العلم. طيب نريد أن نتأكد بشكل أكبر، الآن معسكر العلم لا يحوي أي قوة عسكرية إماراتية، فقط تتواجد فيه قوات الأمن والجيش في شبوة، وهناك قوات سعودية متواجدة داخل المعسكر لتهدئة الوضع والأمور إن شاء الله نتسير إلى الأفضل في توجيهات رئاسية. طيب قوات عسكرية سعودية، القوات الإماراتية غادرت معسكر العلم؟ أريد أن أتأكد فقط من هذه النقطة، هل غادرت القوات الإماراتية من معسكر العلم؟ في يعني في بعض الوسطاء أو بعض الضباط يعني يحاولون الآن يعيدون الأوراق مع الصراع الحاصل في مديرية حبان، لكن إن شاء الله هناك توجيهات عليا ببسط الجيش الوطني نفوذه، واللجنة الأمنية مصرة تماما على أن تكون القوات الجيش الوطني هي الأساس داخل المعسكر العلم. أيضا خروج القوات السودانية من بالحاف وفي والنشيمة، والأمور إن شاء الله ستكون بيد الجيش الوطني. هذا اللي توصلنا إليه حسب طيب معلوماتنا. وقد تطرقت إلى الأحداث العسكرية الجارية حاليا في مديرية حبان، ما الذي يجري هناك؟ لماذا اشتعلت المواجهات هناك فجأة واستمرت حتى الآن أيام تقريبا لهذه الحملة العسكرية؟ أخي الكريم، ما حصل في حبان، مديرية حبان طبعا هي مديرية من مديريات محافظة شبوة، أوضح الصورة بشكل عام. أخي الكريم، في تاريخ 10/11/2017 دخلت قوات النخبة الشبوانية إلى مدينة حوضة الفقيع علي ودمرت فيها البيوت وأحرقت المنازل وقتلت شخص وامرأة واعتقلت أكثر من 30 داخل حاوية. لم نرى مسؤول في الانتقالي أو الحراك الجنوبي يستنكر عملية المداهمة التي حصلت لنا داخل الحوطة.
من قبل قوات النهضة الشبوانية المدعومة إماراتيا والمدعومة انتقاليا. ما حصل اليوم مع الجيش الوطني، ما حصل اليوم مع الجيش الوطني وبعض الانتقاليين وبعض عناصر الميليشيات النخبة المتواجدة في حبان، هو لاختطاف الأخ البطل الشجاع تركي لكعب شقيق قائد القوات الخاصة. هؤلاء يريدون أن يزعزعوا المحافظة بعد أن كانت المحافظة ستزدهر، بعد أن كانت المحافظة تشعشع النور فيها بوجود محافظ وبوجود يعني كوكبة من المسؤولين، الوجوه الطيبة النيرة التي عاودت للمحافظة بالخير. طيب دعنا نتابع ردود الأفعال فيما يتعلق بهذه الحملة العسكرية لتحرير شقيق القوات الخاصة من هذه المجموعة المسلحة. وعلى سبيل المثال مثلا هاني بن بوريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الذي وصف ما يجري هناك بأنها جرائم ضد السكان المحليين وطالب الرئاسة اليمنية بخروج ببيان تؤيد أو تنفي علاقتها بهذه الحملة العسكرية الجارية حاليا، هل يريد أن يلمح بأن ما يجري في شبوة هو خارج عن إرادة الحكومة الشرعية والرئاسة؟ هل هذا ما تفهمونه من هذه التصريحات؟ هاني بن بوريك يخر تغريداته دائما خارج إطار المنظومة الشرعية، هو رجل خارج عن تصريحاتنا وغير منسوب أيضا للشرعية، فلا نبالي بتغريداته وتصريحاته. نحن نقول على الأرض الواقع الجيش الوطني سيحقق أهدافه، ونطالب مشايخ وعقال أبناء شبوة جميعا عوالد وحوارث وهمام ونفيين أن يجتمعوا ويحكموا العقول، وأن يكونوا يعني النور لمحافظة شبوة وتهدئة الصراع، فلا قتال، نتقاتل نحن بيننا البين في شبوة. والسبب من؟ والسبب جهات خارجية أجنبية. من؟ لم نرى يعني استنكار من أي شيء. نحن نتقاتل بيننا البين، جيش ومقاومة. نحن نشكر قبائل القموش الذين وقفوا ضد المشروع الفارسي وضحوا بشبابهم في مديرية حبان وعتق، هذه القبيلة العريقة التي ينتمي منها المحافظة وينتمي منها قائد اللواء المشاه جبلي في عزان، هذه القبيلة ضحت. نعم، ونطالبهم بتحكيم العقل. طيب فيما يتعلق كل من جنى في على قوات الجيش الوطني، يعني سيد تركي انت الان تطالب بتحكيم العقل في محافظة شبوة وأن ينتهي هذا الصراع بين أبناء محافظة شبوة، لكنك لو تابعت هذا الفيديو الذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لقيادات في الانتقال في شبوة ومن ضمنهم عبد العزيز الجفري ومحمد البوحر ووجدي باعوم، يدعو فيها كل من يؤمن بالقضية الجنوبية إلى استهداف قوات الجيش والنقاط الأمنية وكل ما يتعلق بتواجد العسكري للقوات الوطنية في محافظة شبوة. كيف يمكن السلطة المحلية والمجتمع في شبوة أن يواجه مثل هذه الدعوات؟ السلطة المحلية لها مشروع إن شاء الله ولها اجتماعات استثنائية الآن واجتماعاتها متواصلة وستخرج ببيان قريب. أما اجتماعات الإخوة في الانتقالي والميليشيات النخبة فهذا لا نبالي به، فهم معروفين أصلا بالساحة، فقد قضيت مصالحهم ويريدون أن يعودوا إلى سكناتهم السابقة، فلا يحيى الميت نقول لهم. إذن شكرا جزيلا لك عضو المجلس المحلي في شبوة تركي عمر باشيبان.